أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الانتفاضة العربية التي نتناول عبرها التصعيد الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك وتداعياته على المشهد الفلسطيني والإقليمي. بداية نتوقف مع هذا التقرير حول ما يجري في الأقصى ثم نعود هنا الاستديو لفتح باب النقاش. الأقصى في خطر لم يعد شعار يردده الفلسطينيون أو بعض العرب، فهذه الأيام وما حملته من اعتداءات واقتحامات من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال مثلت ترجمة عملية للشعار، بل وأصبح الخطر قاب قوسين أو أدنى. الثالث عشر من الشهر الجاري ذكرى أعياد الميلاد العبرية عند الإسرائيليين كان بمثابة ساعة الصفر لانطلاق الاقتحامات، ومعها انطلقت عمليات المواجهة للمدافعين عن الأقصى. الاشتباكات لم تتوقف عند باحات الأقصى، بل امتدت إلى داخل أروقة المسجد مخلفة دمارا وإصابات واعتقالات في صفوف المرابطين من الفلسطينيين. صبح الأقصى للهلسات والأقصى للبسخين، المسلمين مش قادرين يدخلوا ولا زال بعدين بدوروا. موظفو الأقصى وحراسه كانوا بين الذين تعرضوا للاعتداءات والاعتقالات. توقفت الاقتحامات لساعات، فانشغل الفلسطينيون بعمليات إزالة الأنقاض استعدادا لمواجهة جديدة. ما يسعى له الاحتلال لم يعد سرا، فتقسيم الأقصى هو الهدف الذي كان بعيد المنال وأصبح واقعا خطى الاحتلال أول خطواته العملية من خلال فرض تقسيم زمني على دخول المسلمين واليهود للصلاة في الأقصى. التقسيم الزمني سيتلوه تقسيم مكاني للأقصى وربما المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، خير شاهد ودليل على مخططات الاحتلال. لن يتوقف الاحتلال عند هذا الحد كما يرى كثيرين، فالحلم التاريخي هو بالاستيلاء على الأقصى بهدف هدمه وبناء الهيكل. تبدو باحات الأقصى وشوارع القدس مرشحة لمزيد من التصعيد، خاصة في ظل استعدادات إسرائيلية لاقتحامات جديدة بحجة الاحتفال بأعياد الميلاد العبرية وردود فعل عربية وإسلامية ودولية خجولة، ليبقى الرهان على الفلسطينيين عامة والمرابطين خاصة. رغم شح الموارد وقلة حيلتنا، إلا أننا سنظل على عهد الثلاثة ثمرات بإذن الله، وسنظل شوكة في حلق الاحتلال. ولفتح باب النقاش حول الاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور أحمد عامر، رئيس مؤسسة تاور بريدج للاستشارات والعلاقات الدولية. أهلا بك دكتور أحمد. يعني بداية، لماذا هذا الاستفزاز الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى على هذا المشهد؟ للأسف الشديد عندما تعيش الأمة العربية والأمة الإسلامية هذا الهوان، للأسف الشديد عندما يرفع علم الكيان الصهيوني على نيل مصر، على نيل مصر يرفع العلم الصهيوني في مصر على النيل ويقتحم المسجد الأقصى في نفس التوقيت، إنها إشارة، وإشارة كبيرة جدا، أن الحكام الذين يحكمون دول الطوق كما يسمونها يقوموا بالدور الذي أراده منهم الكيان الصهيوني بدقة، ليعيش المقدسي والفلسطيني وحده في الميدان ويقتل من قبل الكيان الصهيوني في هذا التوقيت، ويقتحم الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين أهم مشعر عندنا بعد مكة والمدينة بهذه الصورة، وفي الوقت الذي هو العشرة أيام الأولى من شهر ذي الحجة والحجاج يملؤون مكة والمدينة، وعبد الفتاح السيسي هذا الذي ينفذ الأجندة الإسرائيلية الصهيونية يرفع علم إسرائيل على النيل ويقتل المصريين، وبشار في سوريا نفس الشيء، والسنة يذبحون في العراق، والأمة بعيدة بعيدة كل البعد عن الذي يحدث. يعني هل بدأت برأيك إسرائيل فعليا بشكل عملي الآن بتقسيم المسجد الأقصى
زمنيا عبر السماح بثلاث صلوات لليهود بداخله. للأسف الشديد، للأسف الشديد لا أدري ماذا أقول، أتمنى ألا أقول نعم، أتمنى ألا أقول نعم، ولكن في غياب هذه الأمة العربية، في غياب هذه الأمة الإسلامية، أين حكام العرب؟ والمسجد الأقصى يحدث فيه ذلك. للأسف الشديد يرتع الآن المحتل الصهيوني في المسجد الأقصى، والمرأة المقدسية تقف وحدها لتضرب على باب المسجد الأقصى تدافع عنه، ولا يوجد حاكم عربي يتحرك، ويقف الشاب الفلسطيني هذا الطفل الصغير يدافع بحجر في يده عن المسجد الأقصى، وزعماء العرب وحكام العرب وحكام المسلمين لا يتحرك واحد. نحن الآن لابد أن يتحرك الشعب الفلسطيني في الشتات، الشعب الفلسطيني في الضفة وفي غزة، الشعب الفلسطيني في 48، والعالم العربي والإسلامي لا ننتظر حراكا من حاكم هنا أو هناك. على الشعوب أن تتحرك، على الشعوب أن تدافع عن المسجد الأقصى. المسجد الأقصى ليس ملكا للمقدسيين وحدهم، المسجد الأقصى هو لكل عربي، بل لكل مسلم، بل للمسلمين الذين يعيشون في داخل فلسطين وفي نعم. غير فلسطين حول العالم. نعم، في ظل هذا الغياب للتحرك الذي تتحدث عنه دكتور أحمد، هل نجحت إسرائيل بفرض التقسيم الزماني؟ أرجع وأقول إن ثبات المقدسيين في المسجد على مدار 3 أيام متتالية ليلا ونهارا، رأينا الاعتداءات التي حدثت فجرا اليوم، أمس، قبل أمس، الاعتداءات التي تحدث ليلا ونهارا على المسجد الأقصى، وثبات الشباب، النساء، المسنين داخل المسجد الأقصى منعت لحد كبير، ولكن دخلت القوات الإسرائيلية، دخلت القوات الإسرائيلية، دخل الصهاينة، دخل السياح بين الجنود الإسرائيليين مدججين بالسلاح، دخلت الجماعات العنصرية الصهيونية داخل المسجد الأقصى لتعتدي على المصلين وعلى قارئ القرآن، وتكسر المسجد الأقصى وشرفات المسجد الأقصى وتاريخ المسجد الأقصى. ولكن أنا أقول هذه بداية لانتفاضة كبيرة، وستكون نهاية للكيان المحتل بإذن الله تعالى. إن وقف هؤلاء الحكام هذه المواقف السلبية الكئيبة التي لا يقبل إنسان على وجه الأرض أن تمر هكذا مرور الكرام، لكن هذه الأمة التي تقتل في مصر وسوريا والعراق واليمن وليبيا وغيرها من أقطار، ولا زالت تقاتل في الشوارع، الشعب الفلسطيني ابن هذه الأرض وابن الأقصى لن يترك الأقصى هكذا. نعم، يعني أتيت على نقطة دكتور أحمد، وهي مرافقة الجنود أو الجيش الإسرائيلي لعملية الاقتحام. هل هذا يؤشر بأن هناك خطوات ممنهجة الآن من قبل الحكومة الإسرائيلية بشكل واضح بتقسيم المسجد الأقصى، ربما زمنيا كمرحلة أولى ومكانيا خلال المرحلة المقبلة، من خلال توفير الحماية للمقتحمين سواء كانوا من المستوطنين أو من السياح، وعلى رأسهم كان أيضا وزير الزراعة بحماية من الجنود الإسرائيليين؟ عندما يخرج علينا اليوم رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي المحتل نتنياهو ويعلن أنه سيعطي أوامر مباشرة للقوات الإسرائيلية، ليس بالضرب بالرصاص المطاطي بل بالضرب بالرصاص الحي، هذا تصريح نتنياهو اليوم عن كل من يعترض دخول المجموعات الصهيونية داخل المسجد الأقصى، عن كل من يعترض دخول القوات داخل المسجد الأقصى سيضرب بالرصاص الحي. عندما يعطي نتنياهو هذا الأمر، ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ ما بقيت ورقة التوت لهؤلاء العرب والمسلمين حول العالم يتكلموا بها؟ أنا أقول نحن نعيش مع فضيحة ليس بعدها فضيحة، ولكن برغم فضيحة العرب والمسلمين أنا أقول إن ثبات الشعب الفلسطيني بإذن الله سيكسر ذلك. لكن أيضا توجد نقطة أخرى، نحن نقول نطالب شعوب العالم أن تتحرك، كل شعوب العالم، مسلمين وغير مسلمين وأحرار العالم، كما نطالب العلماء في العشر الأوائل من شهر ذو الحجة، أين علماء هذه الأمة؟ أين علماء هذه الأمة ليتكلموا؟ نريدهم أن يرفعوا ألسنتهم ويتكلموا، نريدهم أن يرفعوا رؤوسهم عالية وينطقوا أمام حكامهم الأقصى
في خطر لم يعد شعارا أن الأقصى في خطر أن نعم. الأقصى يشتعل. اسمح لي أن أشرك معي الدكتور حسن خاطر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات. أهلا بك دكتور حسن معنا، يعني من القدس بالطبع تتحدث إلينا. بداية، ما الدور الذي تقومون به أو هل هناك أي شيء تستطيعون القيام به إزاء هذه الاعتداءات ومحاولات التقسيم للمسجد الأقصى؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في البداية أنا رئيس مركز القدس الدولي والأمين العام السابق للهيئة الإسلامية المسيحية. أعتقد أن كل المؤسسات الآن الموجودة في القدس هي يعني دورها في إيصال صوت القدس إلى العالم، إيصال جرائم الاحتلال إلى العالم، ما يفعله الاحتلال في المسجد الأقصى، ما يعانيه المسجد الأقصى، ما تعانيه المدينة المقدسة، ما يعانيه المقدسيون المرابطون والمدافعون وخط الدفاع الأخير الآن عن المسجد الأقصى وعن مدينة القدس. هذا هو الآن دور المؤسسات، ويفترض أيضا أن يكون دور الإعلام، لأن هذه المعركة هي معركة كبيرة ويعني أوراقها ليست في يد طرف واحد. نحن نريد مشاركة بقية الأطراف من العرب والمسلمين في معركة القدس والمقدسات قبل فوات الأوان، لأن الاحتلال واضح أنه ماض في تنفيذ مخططه، وهو يوشك أن يكمل هذا المخطط في الاستحواذ على المسجد الأقصى المبارك. وكما تلاحظون وتشاهدون ويشاهد العالم أجمع، المسجد الأقصى لم يعد مسجدا، لم تعد له حرمة المسجد أصلا، وإنما أصبح مكان يعني للحرب، ساحة للحرب، تلقى فيه القنابل والقذائف والرصاص وتكسر فيه الأبواب والنوافذ وتشعل النيران في السجاد وحتى في المصاحف. يعني يتم التعرض للمصلين بأبشع الوسائل والأدوات، يعني هناك أحيانا شهداء، هناك عشرات الجرحى والمصابين باستمرار. هذا كله في داخل المسجد الأقصى المبارك. فإذا لم يعد أنا في تقديري هناك يعني مزيد من الوقت ومزيد من الانتظار. يفترض أن يكون هناك تحرك عاجل إذا كان هذه الأمة يعني تكترث لمطرى الرسول صلى الله عليه وسلم وللقبلة الأولى للمسلمين وهو المسجد الأقصى، لأن ما يتعرض له المسجد الأقصى اليوم ليس شيئا عاديا على الإطلاق. ولكن صحيح. يعني أن تبقى ردود الفعل بهذا الشكل الميت على المستوى العربي والإسلامي، هذا ما لا نستطيع أن نفهمه إلى غاية الآن. أود أن أستفسر منك أو أن تؤكد لنا خبر دكتور حسن، يعني حسب مواقع إسرائيلية أشارت هذه المواقع إلى أن نتنياهو قام اليوم بزيارة إلى مدينة القدس، زار بعض المناطق الحساسة في هذه المدينة. إن كان لديك معلومات أو تأكيد فعلا لهذه الزيارة يمكن أن تفيدنا بها. أنا ما أعرفه أن نتنياهو مهتم شخصيا باستهداف المصلين، وهو يبحث عن وسائل لتسهيل عملية إطلاق النار كما تم الإعلان اليوم صباحا، لأنه يبحث عن وسائل لتسهيل إطلاق النار على المصلين، بمعنى أنه يسعى لتطوير الجريمة في حق المصلين وفي حق المسجد الأقصى، سواء جاء إلى القدس أو لم يأتي إلى القدس. هذا هو العدو الأول للمسجد الأقصى المبارك، وفي عهده دائما سواء منذ بداية حكومته الأولى في عام 96 أو في هذه المرحلة التي يحكم فيها الآن، هذا الرجل هو ألد عدو للمسجد الأقصى المبارك وللمدينة المقدسة، غير مرحب فيه في مدينة القدس على الإطلاق. وهو إن جاء يأتي ليدير المعركة في حق المسجد الأقصى والمدينة المقدسة، ولا يأتي لأي هدف آخر. إذن وقد أعلن هو في صباح اليوم أنه يبحث مع اللجنة الأمنية عن وسائل يعني تسهيل ورفع الغطاء عن عمليات إطلاق النار على المصلين، بمعنى أنه يبحث عن قتل المصلين ويبحث عن ارتكاب مجازر في حق المصلين في المسجد الأقصى المبارك. لذلك هذا أيضا جزء من الخطر الداهم الذي يطوره الاحتلال باستمرار لاستهداف المسجد الأقصى، دون أن نجد في الطرف المقابل من يبحث كيفية تخفيف هذه المعاناة عن المرابطين وعن المسجد الأقصى وكيفية نصرة المسجد الأقصى والمدينة المقدسة. يعني السلطة الوطنية الفلسطينية في مثل هذه الحالة كالردود المعتادة الإدانة بشدة لعمليات الاقتحام هذه، هل ترى أن هذا أقصى ما يمكن أن تقوم به السلطة الفلسطينية؟ هل ترى أن هناك لديها أدوات أو وسائل يمكن أن تفعلها إزاء هذه الاعتداءات؟ أعتقد أنه لديها أكثر من ذلك، وهي تستطيع أن تتخذ إجراءات وأن تتخذ خطوات، أن توقف التنسيق الأمني بشكل كامل، أن تعلن يعني النفير العام والاستنفار في وسط الشعب الفلسطيني للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. إذا لم يعلن
يعني الاستنفار الشعب الفلسطيني للدفاع عن المسجد الأقصى، فمن أجل ماذا يمكن أن يعلن هذا الاستنفار في يوم من الأيام؟ المسجد الأقصى هو عنوان هذه الأرض المباركة، هو عنوان هذا الشعب، هو جزء من عقيدة هذا الشعب وهذه الأمة، وما يمكن أن تفعله السلطة الفلسطينية أيضا يمكن أن تفعل مثله وأكثر الأنظمة العربية التي أيضا هي الأخرى لم تحرك ساكنا واكتفت كلها بالشجب والاستنكار والإدانة وغير ذلك من هذه الخطوات التي لا تقدم ولا تؤخر فيما يجري في المدينة المقدسة. نحن نريد خطوات ليس من أجل تسجيل مواقف، نريد خطوات من أجل ردع الاحتلال وإنقاذ وحماية المسجد الأقصى والمصلين والمرابطين الذين يحملون اليوم على كاهلهم أثقال هي أثقل من الجبال وحدهم دون أن يجدوا من يشارك معهم في حماية هذه المقدسات. فلذلك الموضوع خطير، ونحن نريد من السلطة الفلسطينية والقيادات العربية أن تخرج من هذا الدور ومن هذه يعني المجاملة ومن هذا من تسجيل المواقف إلى مرحلة الفعل ومرحلة الردع ومرحلة حماية القدس وحماية المقدسيين والمسجد الأقصى. أعود لك دكتور عامر، يعني كيف تقيم موقف السلطة الفلسطينية إزاء ما يتعرض له هذا المشروع الخطير الذي يتعرض له المسجد الأقصى بتقسيمه الزماني والمكاني؟ هل هناك أدوات تملكها السلطة الفلسطينية وقادرة على القيام بها؟ السلطة الفلسطينية تملك الكثير، ولكن للأسف الشديد عندما نرى السلطة الفلسطينية وهي تساعد الجنود الصهاينة في الاعتداء أيضا على بعض الفلسطينيين وبعض المقدسيين، هذه يعني واقع سيء جدا. عندما تحاول الحيلولة بين أهل الضفة للوقوف مع أهاليهم في داخل القدس والدفاع عن بيت المقدس، فمأساة ليس بعدها مأساة. السلطة الفلسطينية كانت ممكن أن تقوم بعمل أكثر من التنديد والشجب وهذه العبارات التي ليس لها معنى على الإطلاق. ممكن أن تعمل كثير ولكن لا تريد أن تعمل شيئا للأسف الشديد. يوجد تواطؤ من السلطة ومن غير السلطة، ومن هنا أنا أقول أنا أحمل بعض الدول بالذات مسؤولية كبيرة في هذه المأساة. المملكة العربية السعودية وعلى رأسها الملك سلمان لابد أن تتحرك تحرك إقليمي وتحرك دولي سريع جدا لإنقاذ بيت المقدس. الملك محمد السادس، هل تتوقع أن يتحركوا كما تحركوا باتجاه اليمن؟ كما تحركوا باتجاه اليمن، نتمنى تكون عاصفة حسم وعاصفة حزم أخرى. هذا بيت المقدس، هذا ليس فقط صنعاء وعدن، هذا بيت المقدس، هذا مصر المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا أولى القبلتين وثالث الحرمين، هذا شيء مقدس لنا جميعا كمسلمين، نقدسه كما نقدس الكعبة المشرفة وكما نقدس المدينة المنورة، نقدس بيت المقدس. على الملك سلمان ملك المملكة العربية السعودية أن يتحرك تحرك إقليمي وتحرك دولي سريع، كما على الملك محمد السادس في المغرب، المغرب التي حملت اسم فلسطين وبيت المقدس والدفاع عنها، نقول على الملك محمد السادس ورئيس وزرائه بن كيران أن يكون في تحرك قوي من أجل المسجد الأقصى. أما الأردن فلا أستطيع أن أقول شيئا. عار ما بعده عار رفع العلم الصهيوني في الأردن، ونطالب الأردن أن تتحرك. لن تعمل شيئا، أعود لك دكتور حسن، يعني فعليا في ظل ضعف موقف السلطة الفلسطينية وعدم قدرتها على القيام بشيء أو تفعيل أدواتها إزاء ما يتعرض له المسجد الأقصى من ناحية، وهذا الموقف العربي من ناحية أخرى، والتجاوب ربما الخجول أو أقل إزاء ما يتعرض له المسجد، ما الخيار المتاح الآن أمام الفلسطينيين وتحديدا أمام المقدسيين؟ يعني هو الخيار الموجود الآن على الأرض، وكلما صعد الاحتلال من أساليبه ووسائل قمعه وجرائمه كلما كان هناك تحدي ومواجهة وإصرار أيضا على الدفاع عن المسجد الأقصى وعن المدينة المقدسة. ليس هناك خيار آخر الآن، هذا الخيار على الأرض موجود، لكن يحتاج إلى تعزيز، يحتاج إلى دعم، يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى تسليط أضواء حتى من وسائل الإعلام بصورة تخدم هذه الإرادة وتخدم هذه المقاومة. وأنا أعتقد إذا استمر الاحتلال في جرائمه وفي ما يفعله في المسجد الأقصى، أعتقد بأن الأمور تسير سريعا في اتجاه انتفاضة شاملة لن تقف عند حدود المدينة المقدسة، وإنما ستجتاح كل الأراضي الفلسطينية، لأن هذا أولا هو الرد الفلسطيني المألوف على جرائم الاحتلال على مدار التاريخ منذ القرن الماضي وليس منذ اليوم، منذ ثورة البراق في عام 1929
إلى انتفاضة الأقصى في عام 2000 إلى اليوم إلى غدا. هذا المسجد هذا الأقصى سيبقى هو عنوان نضال الشعب الفلسطيني، وهو يعني نقطة الصراع الرئيسية ومركز الصراع الرئيسي بيننا وبين الاحتلال. لذلك إذا بقيت الأمور على ما هي عليه، نعم الأمور تسير في اتجاه انتفاضة حقيقية، وهذا ليس من باب المزودة يعني في التحليل، وإنما هو حقيقة وهو قراءة لما تسير إليه الأمور. وأنا أظن أن كل الأوضاع والظروف الآن مرشحة لمثل هذه الانتفاضة، حتى على مستوى الشارع الفلسطيني، على مستوى المدينة المقدسة التي يعني دمرت وتدمر بشكل منظم وممنهج على يد الاحتلال على مدار عقدين من الزمن. هذه الأجواء كلها أجواء انتفاضة وأجواء يعني مقاومة للاحتلال ومشاريع الاحتلال، لأن الاحتلال يبدو أنه لا يريد أن يفهم أن المسجد الأقصى خطا أحمر، وهو يعتقد أنه مجرد مجموعة من المباني أو مساحة صغيرة من الجغرافيا يمكن أن يسطو عليها بقواته وبأسلحته وبمستوطنيه. والحقيقة أن الأقصى هو جزء من عقيدة المسلمين، لا يمكن على الإطلاق أن يتم تسليمه للاحتلال إلا على جثث أهل المدينة المقدسة والمرابطين فيها. شكرا جزيلا لك دكتور حسن خاطر، رئيس مركز القدس الدولي، كنت تحدثنا من القدس على هذه المشاركة. أشرك أيضا معي السيد حكمة نعامنة، مدير مؤسسة كيوبريس لشؤون الأقصى من القدس. أهلا بك سيد حكمة معنا. بداية أود أن أعرف معك ما الدور أو ما الذي تملكون أن تفعلوه فعليا في ظل هذا الوضع الذي يشهده المسجد الأقصى أو يتعرض له باتجاه الاحتلال نحو تقسيمه زمنيا ومكانيا؟ أولا السلام الله عليكم ورحمة وعليكم الله. السلام إحنا نتكلم يعني لو أبدأ في مشهد كان اليوم حيث رأينا مشهد مصور من خلال كيوبريس أن مستوطنين اثنين دخلوا محاطين بثمن من عناصر الاحتلال مدججين بالسلاح بشكل كامل، هذا كله كان بعد الظهر. أنا يعني أريد أن أبدأ مداخلتي في هذا الكلام حيث أن الاحتلال يعلم بشكل فعلي أنه لا يستطيع أن ينعم في الأمان في قلب داخل المسجد الأقصى المبارك، ولا يستطيع إدخال أي يعني محتل ويتدنيس المسجد الأقصى المبارك إلا بعد يعني تواجد يعني مئات من الجنود المدججين بالسلاح واستعمال أعسى العدة التي موجودة عندهم. نحن يعني نملك اليوم يعني يعني الفهم الواضح أننا كمقدسيين وكما فلسطيني الداخل أن المسجد الأقصى المبارك هو خط أحمر لن نتنازل عنه أبدا. سوف نبقى معتكفين، سوف نبقى نرابط المسجد الأقصى المبارك إذا منعنا على أبواب المسجد الأقصى المبارك، ولكن لن نترك هذا المسجد ولن ينعم الاحتلال في أي أمان في هذا المسجد الأقصى المبارك. يعني نحن نعم يعني سيد حكمة يعني إن كان يبدو أن لديك بعض المعلومات الميدانية، يعني عندما نتحدث بأن إسرائيل أو قوات الاحتلال ستعمد إلى تقسيم المسجد زمنيا، يعني هل يتم إفراغ المسجد من المصلين والسماح للمستوطنين بالدخول بحماية أمنية إسرائيلية إلى المسجد؟ يعني هل يصلون ثلاث صلوات في النهار؟ ما هي توقيتات هذه الصلوات؟ هل تتبع الصلاة المسلمين في المسجد الأقصى؟ يعني لو تضعنا أكثر في الصورة توضح لنا الصورة. يعني الاحتلال يحاول من خلال سياسة ممنهجة يديرها مكتب رئيس الوزراء نتنياهو ليعني محاولة السيطرة على المسجد الأقصى المبارك من خلال عدة طرق، ولكن أنا أقول كالتالي: الاحتلال يحاول يعني استغلال قلة المتواجدين ما بعد صلاة الفجر من بداية من 7:30 حتى قبل صلاة الظهر الساعة 11:30 ومن ثم الفترة التي ما بعد الظهر وقبل العصر أي من الساعة تقريبا 1:30 حتى 2:30، يحاول أن يستغل يعني قلة الأعداد في المسجد الأقصى المبارك لتمرير بعض السياسات وبعض يعني الاقتحامات ليحاول بالفعل أن يقوم بين قوسين لتطبيق حلمهم وهو التقسيم ومن ثم يعني وضع الأمر الواقعي ومن ثم
يعني يصل لهدم المسجد الأقصى المبارك. ولكن نحن يعني كحركة إسلامية وكداخل فلسطيني في بيت المقدس وجدنا يعني أو تطلعنا في هذا من زمن، فقمنا في مشاريع كثيرة للتواجد الفعلي في المسجد الأقصى في هذه الأوقات. فكان يعني سابقا مشروع مصاطب العلم في قلب المسجد الأقصى المبارك، فكان هناك مرابطين طلابا في كل هذا الوقت يمنعوا دخول أي إنسان على المسجد الأقصى المبارك. نعم. ونحن مستمرين بالرغم من حظر هذه المؤسسات والرغم من يعني محاولة ترهيب الناس، ولكن هذا المشروع بمفاهيم أخرى هو مستمر ببقائنا في قلب المسجد الأقصى المبارك. نعم. أعود لك دكتور أحمد، يعني يبدو واضحا أن الأمور تتجه نحو التصعيد. يوم الغفران اليهودي هذا العام يتزامن مع يوم عرفة، المعروف في يوم عرفة عشرات الآلاف من المسلمين يتجهون للمسجد الأقصى للصلاة فيه. برأيك كيف ستتصرف إسرائيل، وهل نحن أمام مشهد صراع ديني فعليا يترجم على الأرض بقوة الآن؟ نعم، يعني أحسن في التعبير، هو صراع ديني. سأعود لك، طيب تفضل أكمل سيد حكمة. نعم، أنا أوافق معك في التعبير أن هو صراع ديني على هذا المكان على القدس. ولكن بالنسبة ليوم الغفران، يعني أنا أذكر في 2014 في يوم الثالث من عيد، أعتقد كان الفطر أو الأضحى لا أذكر بالضبط، ولكن استغل الاحتلال عدم وجود المرابطين هناك، وقام أحد اليهود برفع علم إسرائيل بقلب المسجد الأقصى المبارك، وذلك استغلالا للقلة. فأنا يعني أتوقع من الاحتلال أي شيء في أي يوم، فممكن يكون اقتحام في يوم الغفران وهو يوم وقفة عرفة، فهو لا يحترم العهود ولا يحترم أي نعم. شيء، ولا يحتاج حتى يعني تواجد الأوقاف أبدا. شكرا جزيلا لك السيد حكمة نعام، مدير مؤسسة كيوبريس لشؤون الشرق الأوسط، لشؤون الأقصى من القدس على هذه المشاركة. أعود لك دكتور عامر، أعذرني على الاختلاط الذي حدث، أعود لك بنفس السؤال، هل نحن فعليا أمام صراع ديني؟ الاختبار سيقوم فعليا بيوم الغفران اليهودي الذي يتزامن مع يوم عرفة. للأسف الشديد الصراع ديني، ويريد المحتل أن يحوله إلى صراع ديني دموي. لأننا عندما نرى الاعتداءات الدموية الشرسة على النساء والرجال الكبار والصغار داخل المسجد الأقصى طيلة الأيام الماضية، إذا نحن نتجه أو الكيان الصهيوني يتجه بنا إلى صراع دموي ديني شرس، معركة داخل المسجد الأقصى، داخل المسجد الأقصى وليست على أسوار المسجد الأقصى. للأسف الشديد كل الصور التي رأيناها طيلة الأيام الثلاثة الماضية لرصاص مطاطي، لقنابل، لإطلاق رصاص هنا وهناك، لاعتداء واضح سافر جدا على النساء، على الأطفال، على كل من هم مرابطين داخل المسجد الأقصى، يعطي صورة واحدة أن المحتل الإسرائيلي يصعد بسرعة شديدة. تلاها تصريحات نتنياهو اليوم للأسف الشديد استعمال الرصاص الحي، لذلك تخوف بالغ أن يكون يوم عرفات عندما يذهب عشرات الآلاف إلى الصلاة في المسجد الأقصى من المسلمين في اليوم الذي يذهب فيه الملايين، ما يقارب 3 مليون أو يزيد عن ذلك من المسلمين إلى عرفة للوقوف على جبل عرفة، وكل إعلام الدنيا متوجه إلى جبل عرفات لنقل الحج، حج المسلمين. يأتي هذا الاعتداء الشرس على المسجد الأقصى، لكن أقول أننا علينا أن نتحرك، وعلى فلسطينيين الشتات والعرب والمسلمين خارج فلسطين أن يتحركوا. وصلتنا رسائل كثيرة عن مظاهرات في كل العالم العربي والإسلامي والعالم بأسره بعد صلاة الجمعة القادمة، ولذلك نحن نحث المسلمين والعرب والعالم. سنعود للحديث عن هذا الحراك الشعبي، يعني الذي ينتظر حتى أسبوع بعد المأساة التي تعرض له المسجد الأقصى، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. في أمر أولي الأمر حق ضائع، قضايا لا تكشف،
ومصائر في مهب الريح. حقوق الناس يأتيكم في هذه الأوقات. بمساحة الثورة السورية وبحجم المعارك التي ترسم مساراتها وبعمق الخيوط الخفية التي تتداخل في تفاصيلها وبقوة الإرادات التي تتصارع في مشاهدها، نبسط أوراقنا ونشرع في الدراسة والتحليل، نقف عند جميع المنعطفات، ندقق في كل المفترقات ونجلي أغمض التقاطعات كي تتضح الصورة، صورة كل يوم في سوريا اليوم. عين على الملحمة على شاشة الخيار. في الشارع المصري حكايات وأخبار يومية، آلام وآمال وأحلام لغد أفضل. سنكون معكم من أرض الفيروز شرقا إلى مطروح غربا، من الإسكندرية شمالا إلى أسوان جنوبا. نسير في أزقة القاهرة وشوارعها، نفتح معا نافذة على مصر. تابعوني أنا أسامة جوي على قناة الحوار. تتسارع الأحداث في الشرق الأوسط وينشغل العالم بالربيع العربي، وفي زحمة هذه الانشغالات تفتح قناة الحوار بوابة على إفريقيا. ملفات إريترية يأتيكم الأحد الساعة 5 مساء بتوقيت غرينتش. أهلا بكم مجددا إلى هذه الحلقة من الانتفاضة العربية التي نناقش عبرها الاعتداءات التي يشهدها المسجد الأقصى. أرحب بضيفي مجددا الدكتور أحمد عامر. يعني قبل الفاصل دكتور أحمد تحدثنا أو أثرت نقطة موضوع الحديث عن التحركات العربية شعبيا. يعني في الماضي عندما كان يتعرض المسجد الأقصى لأي اعتداء كانت تنتفض الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج. الآن لماذا هذا الضعف بالتحرك، عدم وجود أي تحركات شعبية حتى في المناطق أو في الدول العربية التي هي بعيدة إذا صح التعبير عن لهيب المنطقة؟ للأسف الشديد عندما نتذكر عندما كان يحكم مصر ابن مصر الذي انتخبه الشعب المصري، فوقف الدكتور محمد مرسي ومن الأزهر الشريف يقول إن مصر اليوم ليست مثل مصر الأمس، وأرسل رئيس وزراءه هشام قنديل ومستشارينه على رأسهم الدكتور عصام حداد إلى داخل غزة ليقولوا نحن فداء لفلسطين ونحن سنقف هنا مع أهلنا في غزة، ومصر اليوم ليست مصر الأمس ولكن مصر الانقلاب، ولكن سوريا الدماء التي تراق ليل نهار، ولكن هذا الواقع المؤلم الذي زرع هؤلاء الكيان الصهيوني ليؤمن حدوده بالكامل ويطمئن إن هذه الدول لن تتحرك، وإن تحركت الشعوب ستضربها. ولكنك ذهبت إلى أبعد من ذلك، قلت حتى الدول التي ليست ملتهبة أو ليس فيها صراعات، أين هذه الدول؟ أين الهند وباكستان بلاد الملايين التي يعيش فيها الملايين؟ أين إندونيسيا بلد 250 مليون؟ أين البلاد التي تعيش وفيها؟ يعني نبتعد لهذا الحد على الأقل الدول العربية، يعني الدول الخليجية، حتى إذا أردنا نتحدث عن الشعوب التحركات الشعبية. أنا أتمنى من الدول الخليجية، لا أتمنى تحرك شعبي لأن أنا أعرف الواقع الخليجي، لكن أتمنى من المملكة العربية السعودية من الملك سلمان صاحب الموقف القوي في عاصفة الحزم والحسم أن يقف موقف حازم وحاسم تجاه المسجد الأقصى الذي يدنس الآن. نتمنى أن تفعل ذلك السعودية ودول الخليج، المملكة العربية السعودية وقطر والكويت وبقية دول الخليج العربي. أين هذه المواقف القوية؟ كفانا تنديد وكفانا شجب وكفانا استنكار وهذه العبارات التي لا قيمة لها ولا تأثير لها على الواقع. هذه دول الخليج ودول المغرب العربي، دول المغرب العربي، مسؤولية المغرب التي قالت أنها مسؤولة.
عن القدس وحماية القدس أنا يعني أقول السؤال المشروع يعني كل ما أتيت عليه دكتور عامر جميل يعني السؤال المشروع هو لماذا؟ لماذا يعني هل لماذا المسجد الأقصى يعني ليس بهذه الأهمية لتحرك إليه يعني هذه القوات أو على الأقل هذه التحركات لماذا؟ لماذا هذا الصمت؟ هل استطاع الكيان الصهيوني أن يصنع حاجزا؟ هل استطاع الكيان الصهيوني أن يجعل إسرائيل العدو المحتل في الإعلام العربي صديقا لهذه الدول وأصبحت فلسطين وقضية فلسطين وبيت المقدس والفلسطينيين أيا كانوا فتحوية أو حمسوية أو غير ذلك هم العدو وإسرائيل هي الصديق؟ لماذا ذلك؟ ذلك الذي تم على مدار عقود وليس كامب ديفيد فقط بعد كامب ديفيد وقبل كامب ديفيد الإعلام العربي والتربية الوطنية والتربية القومية والتعليم في البلاد العربية الذي قلل من الولاء لفلسطين ولبيت المقدس وجعل العدو الصهيوني هو الصديق للأسف الشديد. اسمح لي أن أشرك معي الدكتور نواف تكروريم أمين عام هيئة علماء فلسطين في الخارج من اسطنبول. أهلا بك دكتور نواف معنا في إطار الحديث عن مواقف الدول العربية سواء الرسمية أو الشعبية. أيضا نتساءل عن دور المنظمات الإسلامية، عن دور العلماء، عن دور منظمة التعاون الإسلامي إزاء ما يتعرض له المسجد الأقصى من محاولات التقسيم الزماني والمكاني بالقوة. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الهجمة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك اليوم تعتبر تطور كبير وإجرامي عظيم في الموقف الصهيوني نفسه. ففي عام 1969 عندما أحرق المسجد الأقصى المبارك كان إعلان الكيان الصهيوني أن هذا عمل متطرف، عمل مجنون، أو أن القائم بهذا العمل مصاب بالجنون. أما اليوم فالجهات الرسمية في الكيان الصهيوني الوزراء والحاخامات ورئيس الوزراء نفسه وهم الذين يقومون بهذه الأعمال الإجرامية والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك. ولا شك أن هذه الأعمال الإجرامية تحتاج إلى تطوير وتطور هذه الأعمال الإجرامية وتركيمها يحتاج إلى مزيد من المواقف في مواجهتها رسميا وشعبيا لا الانكفاء والتخاذل. أنا أعتقد منظمة العالم الإسلامي أنشئت بسبب إحراق المسجد الأقصى المبارك عام 1969. أين هي وكان الآن؟ وكان اجتماعها مع أي نعم أنا أقول الآن لم تجتمع مجرد اجتماع بعد أن أنشئت وأسست من أجل وبسبب إحراق المسجد الأقصى المبارك. نحن نفتقدها الآن لتصرح، لتعبر، لتكون موجودة، لتجتمع، لتدعو قادة العالم الإسلامي إلى اجتماع من أجل ما يجري في المسجد الأقصى المبارك. أكثر ما سمعناه في هذا الإطار هو بعض صور الاستنكار والاستغراب والقلق من الدول العربية والإسلامية. هذا من جهة. نعم. من جهة أخرى على المستوى الفلسطيني، على المستوى الفلسطيني. عفواً. نعم. ما دمنا نتحدث عن هذا الموضوع دكتور نواف وتاريخ الاعتداء على المسجد الأقصى. نعم. أود أن تبقى معنا فقط. بالتأكيد. نعم أود أن تبقى معنا لتستمع معنا أيضا لهذا التقرير حول تاريخ الاعتداءات التي شهدها المسجد الأقصى ثم نعود لإكمال الحوار. اقتحام الأقصى هذه الأيام لم يكن ولن يكون الأخير، خاصة في ظل حلم يراود الإسرائيليين منذ مؤتمر بال في سويسرا قبل قرن من الزمان وحتى وعد بلفور مطلع القرن الماضي وصولا إلى احتلال القدس الشرقية في العام 1967 الذي كان بداية الترجمة العملية للمشروع الإسرائيلي بهدم الأقصى وبناء هيكل سليمان.
سنوات من الاقتحامات والمواجهات خلفت عشرات الشهداء وألحقت أضرارا كبيرة في الأقصى. في العام 1969 أحرق إسرائيلي من أصول استرالية محراب الجامع القبلي ومنبره الذي يعود لألف عام. في العام 1990 أطلقت قوات الاحتلال النار على المصلين في المسجد ما أدى إلى استشهاد أكثر من 20 فلسطينيا. ومن المسجد الأقصى أيضا انطلقت شرارة الانتفاضة الفلسطينية الثانية في العام 2000 إثر اقتحام أريل شارون مع المئات من أنصاره للأقصى، لتشتعل المواجهات في ذلك اليوم ويسقط المئات من الشهداء والجرحى وتستمر الانتفاضة حتى العام 2007. في العام 2003 سمح الاحتلال للمستوطنين والسياح بالدخول للأقصى من باب المغاربة، منتهكا بذلك قرار وزارة الأوقاف القاضي بدخول المسلمين فقط للأقصى. وفي سابقة هي الأولى أغلق الاحتلال في شهر أكتوبر من العام الماضي لمدة 24 ساعة أبواب الأقصى أمام الفلسطينيين والإسرائيليين والسياح بحجة إصابة حاخام متطرف بجروح بليغة في اعتداء مسلح عليه. على إثر ذلك اقتحم جنود الاحتلال المسجد واعتدوا على المصلين مستخدمين قنابل الغاز والرصاص المطاطي، وقاموا بتخريب محتويات الأقصى والاعتداء على المصاحف فيه وتكسير نوافذه وأبوابه وحرق أجزاء من سجاده في سابقة هي الأولى منذ احتلال القدس الشرقية. ومنذ العام الجاري كثف الاحتلال والمستوطنون هجماتهم على الأقصى، حيث سجلت مئات الاقتحامات التي تخللها اشتباكات مع الفلسطينيين المرابطين في المسجد. قرن من الزمان مضى على المشروع الإسرائيلي، مشروع يؤكد الاحتلال أنه أقرب لتحقيقه من أي وقت مضى، ويرد الفلسطينيون أنهم سيواصلون مقاومتهم، وبين هذا وذاك يبقى مستقبل الأقصى مرتبطا بالتحركات الشعبية فلسطينيا وعربيا. أعود لك دكتور نواف، يعني فعليا في ظل غياب هذا الاهتمام العربي والإسلامي بما يتعرض له المسجد الأقصى، يعني القدس أو الأقصى هي ليست قضية للفلسطينيين وحدهم، يفترض أنها قضية العرب والمسلمين. في ظل هذا الغياب، ما الخيار المطروح حاليا للدفاع عن هذا المسجد الحزين إذا صح التعبير؟ أنا أولا أقول للأخ من حديثي أنه لا مجال الحقيقة للمواقف المتذبذبة، وإن الذين يصمتون اليوم هم متآمرون على المسجد الأقصى المبارك، هم يشاركون في إحراقه، هم يشجعون الكيان الصهيوني على القيام بهذه الجرائم. هذا واحد. أما الحل الذي تتفضلي، السؤال الذي تفضلي به، فأنا أقول أولا إنه يجب على السلطة الفلسطينية أن تتوقف عن اعتقال المجاهدين، بل أن تطلق سراح المعتقلين وأن تفتح المجال على مصراعيه للتظاهر والمقاومة التي هي السبيل الوحيد للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. وقد رأينا في الشهور الماضية أنه عندما انبرى الشباب الذين فقدوا كل الوسائل ولم يجدوا بين أيديهم شيء إلا سياراتهم التي يركبونها أو سكاكين مطابخهم التي في بيوتهم، فحملوها وخرجوا في مواجهة هذا العدو المعتدي المغتصب المدنس لمقدساتهم، عندها الكيان الصهيوني تراجع وتوقف، وها هو يعيد الكرة مرة أخرى ويصيب المرابطين ويضرب ويحرق ويدنس ويدمر. الطريق هو المقاومة. فأنا أدعو أهلنا في القدس إلى استخدام ما بحوزتهم ما بإمكانهم من أحذية، من أسلحة يسيرة بسيطة، من سيارات، من وسائل في مواجهة هذا العدو المحتل المجرم القاتل. نعم، ابقى معنا دكتور نواف. نعم، هل لأيدي المجاهدين؟
على كل حال شكرا جزيلا لك دكتور نواف التكروري أمين عام هيئة علماء فلسطين في الخارج على هذه المشاركة من اسطنبول. أعود لك دكتور عامر، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن دور الأردن الذي يتولى الديانة الدينية، يتولى الولاية الدينية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، يعني هل هناك دور أكبر كان يمكن للأردن أن يقوم به فعليا إزاء هذه الاعتداءات؟ وإن كان هناك دور، ما هو هذا الدور الذي كان يجب أن يلعبه؟ مما لا شك أن الأردن مسؤول مسؤولية مباشرة. الأردن الذي كان يرعى المقدسات في بيت المقدس حتى احتلال الكيان الصهيوني للقدس في 1967، الأردن هو الذي كان يشرف وهو الذي كان مسؤول مسؤولية مباشرة عن المقدسات الإسلامية والمسيحية. فأنا أقول يوجد تواطؤ، يوجد تواطؤ، تواطؤ أردني واضح جدا مع العلم الصهيوني المرفوع على أرض الأردن، ولا تتحرك الأردن ولا تنزل هذا العلم ولا تخرج السفير الإسرائيلي من الأردن، مجموعة يعني من الشجب التي لا قيمة لها. يعني كان هل يفترض أن تتخذ خطوات أكثر أهمية بسحب السفير، بطرد السفير الإسرائيلي على الأقل بعد توجيه إنذار للحكومة الإسرائيلية أو مخاطبتها بشأن ما يتعرض له المسجد الأقصى؟ هل هذا الدور كان يفترض مطلوب من الأردن في مثل هذه الحالة؟ إذا كان الأقصى يمثل شيئاً عند الحكومة الأردنية وعند ملك الأردن وحكومة الأردن، هي مطالبات على كل من بعض أعضاء الكنيسة الإسرائيلي، منهم سيد زحالقة طالب الأردن بطرد السفير احتجاجا على البرلمان الأردني، لا لا في الكنيسة الإسرائيلي. أيوة. العضو العربي في أيوة العضو العربي في الكنيسة. مما لا شك أن هذا النداء من داخل الكنيسة الإسرائيلي من فلسطيني ابن الأرض المحتلة، وهذا النداء من العرب والمسلمين حول العالم. ولكن هل ملك الأردن سيستطيع أن يستدعي سفيره من داخل الأرض المحتلة للتشاور، وأن يقول للسفير السفير الاحتلال في داخل الأردن عليك أن تغادر عمان حتى يقضى فيما يتم في بيت المقدس؟ لن يتم ذلك. نحن لا نرى حراكا للملك في الأردن ولا لدولة الأردن المسؤولة مسؤولية مباشرة. لذلك أنا قلت من قبل، نحن نطالب المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية ابتداء، وأقول المملكة العربية السعودية والملك سلمان ابتداء، ثم بعد ذلك الملك محمد السادس وبن كيران. ولكن أنا أقول على شعوب العالم أن تتحرك، ولن تستطيع هذه الدول أن تتحرك، وعلى شعوب الأمة بالكامل عربية وإسلامية، بل أحرار العالم، بل أحرار العالم، نريد مظاهرات حول العالم تقول إن الأقصى في خطر، أن الأقصى يشتعل، أن مقدسات المسلمين والمسيحيين في داخل فلسطين في خطر، في داخل بيت المقدس في خطر، على العالم أن يتحرك بأسره. لن نستطيع أن نتخذ قرار، لن يوقف هذا المحتل الصهيوني إلا تحرك شعبي عالمي قوي قوي جدا. أما هؤلاء الحكام فلن يستطيعوا أن يعملوا شيئا للأسف. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد عامر، رئيس مؤسسة تاور بريدج للاستشارات والعلاقات الدولية، على هذه المشاركة. بذلك نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من الانتفاضة العربية، ألقاكم في حلقة جديدة، إلى اللقاء. في قلب لندن، العيادة الخاصة الأولى كلينيكا، يهدى في التجهيزات الطبية وطاقم متخصص يتحدث العربية. كلينيكا، طبيبك حيثما تريد ووقتما تريد، للفحص والاستشارات التخصصية والعمليات اتصل بنا على الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني، أو قم بزيارتنا بدون موعد في أدوار رود
في لندن. Saracens Solicitors, providing legal support for your problems with immigration and international law. All company transactions and commercial matters. Residential and commercial conveyancing. And litigation. When you need a solicitor with integrity, make sure you choose Saracens. The professional choice. بالدمع بارتعاش الأعين تغسل المساجد صدور المستغفرين وبين جباههم ينتفض الفجر حين تسبح خاشعة لله وأنا الأقصى القبلة الأولى والمسرى تكحلت عيوني برؤيا رسول الله محمد وبين ضلوعي تنفس الأنبياء وسرادف أيديهم الممتدة بالنور يهدي للرشد من بذكر الله تعبد أي ذكرى من سماها رقص الكون وتاها وتغنى في فخار زارني المحبوب طه ليلة الإسراء والمعراج أكرم بضياها ليلة الإسراء راجي أكرم بضياها إلي من طيب مكة تسابق النور وتهجد وارتعشت جفوني لطيف البيت العتيق إذ يسبح بحمد الله ويسجد فكيف أطيق القيد وأنا الحر
يكبلني العبيد، لولا أني أرتوي من هدي أحمد وأحتمي بكلام الله فأصمت. أنا العزيز يا رب، والعزة لك ولرسولك وللمؤمنين، والحول والقوة بك يا متين. تضاء بيوت الله بأنوار المصلين، وتبوح قناديلي بحنينها للساجدين. أضمها إلي والقيد يدميني، وحيد ومثلي يشكو الزحام على عتبات عزه، تتسابق إليه الأقدام. اللهم إني بلغت من العمر عتيا، فاجعل العزم مني قويا، ورد كيد الظالمين. على كثرة إخوتي غارق في الوحدة، مكبل يا رب، والشوق في عيوني وخاصرتي تئن مآذني بالتكبير. أنا الأقصى الأسير. Mr. President, I have been writing a letter to you year after year. I'm 11 years old now. I keep on writing a different letter because as I grow up, I keep on learning more. You are a very good president, and I'm really honest about this. I knew you were going to be the president from the bottom of my heart. And there is just one favor I need from you. But first, I need to introduce myself. I'm one of the proud daughters of the Holy Land Five. My father and four other great men were put into jail for nothing. They got really long sentencing too. My father got 65 years. He did not hurt anyone or anything. If anything, he helped people. He first went to jail when I was 3 years old. Then he came back after 10 days. In November 2008, after two long trials, they took him and the other man to prison again. Now, the favor I really want from you is that I want you to free the HLF-5. You are the only one who can do this, and I hope you will. Did you know I have the same birthday as Dr. Martin Luther King Jr.? Maybe that's why we seem the same. Also, I have a question for you. If Martin Luther King was still alive, would these five men have been in jail? I never knew feeding children was a crime, but these great men and their families are suffering. They are innocent. Look in their files and study their case, please. I'm sure that you will find it. Also, all these men should be free.